ونكمل كلامنا عن افضل جنرال في التاريخ العسكري بالكامل، وهو عربي مسلم واسمه خالد بن الوليد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم محمد حسني واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج وور باص، البرنامج واخسر وور ان بزنس، الحرب والبزنس. معادنا النهارده مع الجزء الثاني في كلامنا عن افضل جنرال في التاريخ العسكري وهو خالد بن الوليد. في الجزء الاول ركزنا على معركه احد ومعركه مؤتة، في الجزء الثاني هنتكلم عن معركه ذات السلاسل ومعركه اليرموك ومعركه دمشق. وقبل ما اكمل الحلقه هنرجع لقواعد الحرب او المعايير الاربعه اللي احنا هنقيس عليها اداء خالد بن الوليد. المعايير الاربعه او القواعد الحربيه الاربعه مستمده من كتاب فن الحرب او The Art of War. اولا استخدام عنصر السرعه والمفاجاه، ثانيا قاتل العدو وفقا لقدراتك وامكانياتك، ثالثا تفادى نقاط القوه عند العدو واضرب نقاط الضعف، رابعا اعمل اخر شيء توقع العدو علشان تحقق عنصر السرعة والمفاجأة. ضيف على كده مميزات خالد بن الوليد الشخصية كقائد، أول ميزة هي الفروسية ومهارات القتال والمبارزة المباشرة، الميزة الثانية هي القيادة من الخطوط الأمامية، والميزة الثالثة هو الإبداع في تكتيك الفيند ريتريت أو تكتيك الانسحاب المخادع، وده التكتيك المفضل عند المغول. وقبل ما ندخل في تفاصيل الحرب ضد الفرس والروم لازم نرجع للمعيار الثاني، وهو قاتل العدو وفقا لإمكانياتك ومواردك المتاحة. نقولها بطريقة ثانية، افرض على عدو ذوق القتال بالطريقة اللي يكون ليك فيها الأفضلية عليه وليس العكس، يعني استغل مميزاتك ضد نقط ضعفه، ودي هتكون الاستراتيجية الرئيسية اللي بيستخدمها خالد بن الوليد ضد الفرس والروم. خالد بن الوليد كان فاهم كويس جدا الفرق ما بين الجيوش العربية وجيوش الفرس في الروم في التركيبة وطريقة القتال. الجيوش العربية بتعتمد على الخفة وسرعة الحركة والفروسية ومهارات القتال الفردية والمبارزة الفردية العالية جدا، وده بسبب طبيعة القتال في الجزيرة العربية. الفرس والروم بيستخدموا طريقة تانية في القتال، بيستخدموا طريقة الضغط بالتكتلات لأن أعدادهم أكبر بكتير من المسلمين. جيوش الفرس والروم في أغلب الأحيان بتحاول القتال ككتلة واحدة علشان تحقق عامل الضغط بالتكتلات، وبيعتمد هنا على استخدام الأسلحة التقيلة والدروع التقيلة علشان يحقق عنصر الضغط بالتكتلات. خالد بن الوليد فاهم كويس جدا إن الجيوش العربية لو حاربت الفرس والروم بطريقتهم فالنصر أصبح مستحيل، وزي ما قلت الجيوش العربية كانت بتتميز بمهارات القتال الفردي والمبارزة الفردية العالية جدا، علشان كده الجيوش العربية كان لها دايما الأفضلية في المبارزة الفردية اللي بتحصل قبل أي معركة، ودي عادة قديمة كانت بتحصل في الحروب وهي عبارة عن مبارزة فردية حتى الموت بين أفضل المقاتلين في كل جيش. في أي مبارزة فردية بين الفرس والروم ضد المسلمين كانوا دايما المسلمين بينتصروا، وده بفضل مهارات المبارزة الفردية الفريدة من نوعها. خالد بن الوليد بنى استراتيجيته في الحرب ضد الفرس والروم على العناصر الآتية: كسر تكتلات الجيش المعادي، يعني افصل الجيش عن بعضه علشان يكون وحدات منفصلة وليس كتلة واحدة، علشان لما نوصل مرحلة المبارزة الفردية تكون الأفضلية للمسلمين، وده أمر مستحيل في حال إن الجيش فضل كتلة واحدة، في حين إن خالد بن الوليد وفرسانه بيكون دورهم في المعركة هو جوكر، بيتحرك من مكان لمكان إما لصد هجوم أو منع انهيار أي جبهة في الجيش تحت الضغط، أو الأهم استغلال نقط ضعف العدو والضرب عليها. وهنا خالد بن الوليد بيستخدم المعيار الأول والمعيار الثالث. الأول هو استخدام عنصر السرعة والمفاجأة، والثالث هو الضرب على نقطة الضعف، ودي هتكون الاستراتيجية والتكتيكات العامة اللي بيستخدمها خالد بن الوليد ضد الفرس والروم في باقي المعارك علشان يحقق عنصر ان جيش المسلمين يحارب في وضع أفضلية بالنسبة له. بأمر من الخليفة أبو بكر رضي الله عنه، خالد بن الوليد بيتحرك من الجزيرة العربية إلى العراق ليقود جيوش المسلمين ضد الفرس. وهنا في ملاحظة مهمة جدا ضد الفرس والروم، في أي معركة لجيش المسلمين ضد الفرس أو الروم كان دايما التفوق العددي لصالح الفرس والروم. التفوق العددي على الأقل بيكون 2-1 أو 3-1 وأحيانا 4-1، يعني دايما جيوش المسلمين بتحارب في غياب الأفضلية العددية، وفي حالة زي كده لازم الحرب تكون بذكاء والاستراتيجية تكون ذكية جدا علشان تمنع استنزاف الجيش، لأن لو تم استنزاف الجيش فالدمار مؤكد. المعركة الثالثة اللي هنركز عليها في تاريخ خالد بن الوليد العسكري هي معركة ذات السلاسل ضد الفرس. جيش المسلمين بيكون بقيادة خالد بن الوليد، في حين ان جيش الفرس بيكون بقيادة هرمز حاكم العراق. المعركة سميت بذات السلاسل لان هرمز امر بان المقاتلين يربطوا نفسهم بالسلاسل عشان يمنع الهروب او الانسحاب بدون اذن، لكن السلاسل كانت سبب في غياب عنصر المناورة عند جيش الفرس، وده ادى الى دمارهم في نهاية المعركة. المرحلة الاولى في ما قبل المعركة هي مرحلة المناورة.
خالد بن وليد بجيشه سريع الحركة ناور الفرس على مدار عدة أيام، والهدف من المناورة دي هو إرهاق الفرس لأن سلاحهم ودروعهم أتقل بكتير من المسلمين، فبالتالي إجبار جيش بالتركيبة دي بيفرض عليهم عنصر الإرهاق، وده مهم جدا قبل بداية المعركة. المرحلة الثانية هي مرحلة المبارزة الفردية. هرمز وأفضل فرسانه بيدعو خالد بن وليد وأفضل فرسان المسلمين إلى مبارزة فردية، لكن خطة هرمز هي نصب كامل لخالد بن وليد وقتله، لكن خالد بن وليد انتبه للخدعة دي وكانت النتيجة القضاء على هرمز وكل فرسانه. المرحلة الثالثة ان جيش الفرس بيدخل المعركة وهو مهزوم من البداية لانهم فقدوا قائدهم وافضل فرسانهم، وفي نفس الوقت ربطوا نفسهم بالسلاسل، وده خطأ قاتل ضد جيش سريع الحركة زي جيش المسلمين. ونتيجة المعركة متوقعة وهي نصر حاسم لجيش المسلمين بسبب براعة خالد بن الوليد وطبعا بسالة المقاتلين المسلمين. معركة اليرموك هي أكبر معركة بين المسلمين والروم في الشام. بعد انتصارات خالد بن الوليد في العراق بيتلقى الأمر من الخليفة أبو بكر رضي الله عنه بالتحرك إلى الشام لدعم جيوش المسلمين، لأن جيوش المسلمين كان بيتواجه مشكلة كبيرة جدا وهي تفوق عددي لصالح الروم 4-1. وهنا خالد بن الوليد بينفذ واحدة من أفضل المناورات في التاريخ. علشان يتحرك من العراق للشام كان عنده أكتر من طريق. الطرق الأمان واللي أي جيش يقدر يتحرك فيها كانت ملغمة بحصون وحاميات الروم. خالد بن الوليد اختار طريق مختلف ولكنه خطير جدا من خلال صحراء بادية الشام، طريق غير متوقع وفرص اعتراضه قليلة، ولكن مشكلة الطريق ان مفيش اي دعم ممكن يوصل لك هناك وممكن الجيش يفنى خلال الرحلة. المناورة السريعة باستخدام الطرق الغير متوقعة والخطيرة تكتيك معتاد من القادة، لكن مشكلته انك ممكن تخسر نص جيشك في المناورة دي، والخطأ ده وقع فيه افضل القادة العسكريين على مستوى التاريخ زي الاسكندر الاكبر او حنيبال من قرطاج، لكن خالد بن الوليد كان عامل حسابه كويس جدا وتفادى اي اخطاء ممكن تكلفه دمار جيشه. المعضلة اللي خالد بن الوليد كان لازم يتعامل معاها ان صحراء بادية الشام ما كانش فيها اي مصادر للمية، ما كانش فيه مية على مدار مسيرة 5 ايام، وبالتالي لو دخل الصحراء بدون اي استعداد فالخيول هتموت خلال 3 ايام، والجيش مش هيوصلوا اي دعم ممكن تبقى النتيجة الدمار. خالد بن الوليد وصل الى حل عبقري وهو استخدام الابل او الجمال كخزانات مياه متحركة، امر ان قبل الرحلة 10 من الابل تشرب مية حتى الثمالة علشان يستخدمها كخزانات مية متحركة، وفي الطريق بيذبح 10 ابل علشان يستخدم مخزون المية، وبيقدر يعبر صحراء بادية الشام بسلام في فترة من 5-6 ايام بدل من الطريق الطبيعي واللي بيحتاج من 2-3 اسبوع وملغم بحصون وحاميات الروم، وبيقدر ان هو يجتمع بباقي جيوش المسلمين علشان يكون اجمالي القوة 36,000 مقاتل، لكن بيواجه تحالف جيوش الروم واللي عددها 80,000 مقاتل. معركة اليرموك واحدة من اطول المعارك في التاريخ لانها تستمر على مدار 6 ايام كاملين، والنصر بيتحقق في اليوم السادس بعد قتال ضاري. الايام الستة كان عبارة عن كر وفر ما بين الطرفين، وعلى الرغم من التفوق العدد لصالح الروم فجيش المسلمين اظهر بسالة فريدة من نوعها. خالد بن وليد وفرسانه كالمعتاد قاموا بدور الجوكر، بيتحرك من مكان لمكان علشان يصد اي هجوم او علشان يمنع اي جبهة من جبهات الجيش من الانهيار، وطبعا محاولة استغلال اي نقطة ضعف تحصل، وده اللي هيحصل في اليوم السادس. في نهاية اليوم الرابع مهان قائد الروم بيطلب من خالد بن وليد هدنة ووقف القتال. خالد بن وليد بيرفض العرض ان هو عارف ان عزيمة الروم على وشك الانهيار، وفي نفس الوقت واثق جدا من مدى قوة وبسالة عزيمة المسلمين. بعد نهاية اليوم الخامس من المعركة خالد بن وليد بيستشعر الخلل اللي حصل في صفوف الروم، وبيخطط ان هو ينهي المعركة في نهاية اليوم السادس. فاول حاجة بيعملها في ليلة اليوم السادس من المعركة ان هو بيرسل 500 من فرسان المسلمين علشان يحتلوا المعبر اللي الروم هينسحبوا منه، وبتبدأ المعركة في اليوم السادس، واخيرا بتحصل نقطة الاختراق اللي خالد بن وليد كان منتظرها من بداية المعركة، لان في حالة زي كده هتكون الافضلية لمشاة المسلمين بسبب مهارات القتال الفردي. بعد فصل فرسان الروم عن المشاة بيركز كل مجهوده على المشاة وبيهاجمهم من 3 اتجاهات. مشاة الروم واللي غالبهم كان من الارمن كان سلاحهم تقيل ودروعهم تقيلة، وبالتالي قدروا يصمدوا قصاد اي هجوم، لكن هجوم من 3 اتجاهات كان امر مستحيل بالنسبة لهم، وبالتالي قدر خالد بن الوليد بهجوم من 3 اتجاهات ان هو يقضي على مشاة الروم. فرسان الروم واللي لقوا الامر منتهي خلاص حاولوا ينسحبوا عبر المعبر، لكن المفاجأة ان هم لقوا 500 من فرسان المسلمين احتلوا المعبر، وبالتالي فرسان الروم اصبحوا محاصرين من ناحيتين، فرسان المسلمين عند المعبر وفرسان خالد بن الوليد. في نهاية اليوم السادس المعركة بتنتهي بنصر حاسم للمسلمين على الروم. معركة اليرموك هي واحدة من اعظم انتصارات المسلمين اذا ما كانتش هي الانتصار الاعظم، وهنعرف ليه لما ندرس خسائر الطرفين في المعركة. جيش المسلمين خسر 3000 مقاتل، بالنسبة للروم التقارير كانت متفاوتة لكن الخسائر كانت فادحة. الروم خسروا في معركة اليرموك 40-50,000 من اصل 80,000 مقاتل. طيب خالد بن الوليد عمل ايه بعد المعركة؟ هل احتفل في المعسكر؟ هل تفاخر بالنصر؟ الاجابة لا. جرت العادة عامة ان المعركة بتنتهي بانسحاب الجيش المهزوم، وده اللي توقعه مهان قائد الروم
بعد ما انسحب بباقي جيشه بعد الهزيمة. لكن المفاجأة ان خالد بن الوليد جمع قوة من افضل فرسانه وطارد فلول جيش الروم، وده اخر شيء كان مهان قائد الروم يتوقعه. وده رجعنا للقاعدة الحربية الرابعة او المعيار الرابع، وهو اعمل اخر شيء يتوقعه العدو. وكانت النتيجة قتل مهان قائد جيش الروم والقضاء على معظم الباقي من الجيش. مفيش اي تقارير بتتكلم عن خسائر الروم في المطاردة اللي قام بها خالد بن الوليد في سادس يوم المعركة، لكن ممكن نتوقع ان هو مع استخدام عنصر السرعة والمفاجأة فخالد بن الوليد قدر يقضي على الاقل على 20,000 من جيش الروم الباقي، وبالتالي ممكن خسائر الروم توصل بعد معركة اليرموك والمطاردة الى حوالي 70,000. المحطة الأخيرة في تاريخ خالد بن الوليد العسكري هي فتح مدينة دمشق. فتح دمشق هو أول خبرة للجيش الإسلامية في فتح المدن الحصينة جدا، لأنها كانت محمية بأسوار وحصون منيعة، واستعصت على جيش المسلمين، ولكن فشلت كل محاولات الروم لفك الحصار لحد ما جت الفرصة المناسبة، وهي إن واحد من القائمين على الحصون قرر التعاون مع جيش المسلمين، وإن هو يدل المسلمين على نقطة في السور يقدروا يتسلقوا منها ويفتحوا أبواب الحصون. أي جنرال في موقف زي كده هيبعت أفضل قواته علشان يستغل الموقف، لكنه مش هيخاطر بنفسه، لانه في حالة فشل العملية هيكون حرفيا بين فكين العدو، لان القوة مفروض تستخدم السلالم علشان تتسلق السور، وبعدين تقضي على القوة اللي موجودة علشان تقدر تفتح الابواب من الداخل وتسمح لباقي قواتك بدخول المدينة. في حالة الفشل فده حكم بالاعدام على كل القوات المشاركة. لكن خالد بن الوليد الاستثنائي واللي لسه منتصر في معركة اليرموك، يعني ما عندوش اي حاجة يثبتها لحد، بياخد رد فعل مختلف. خالد بن الوليد كجنرال بتدفعه غريزته العسكرية وليس التفاخر، بيحضر قوة من 100 فارس وبيكون هو في مقدمة القوة، وبيستخدموا سلالم معدة خصيصا للعملية دي، بيتسلقوا السور ويقضوا على الحماية اللي موجودة في النقطة دي ويفتحوا الباب من الداخل. من خلال الثغرة دي بيبدأ جيش المسلمين يدخل المدينة، وبالتالي بتنهار بسرعة. فتح دمشق هو آخر عمل عسكري في تاريخ خالد بن الوليد، وارجع افكركم ان هو الجنرال الوحيد اللي حارب اكتر من 100 معركة ولم يهزم في معركة واحدة، حارب اعداء كتير بقدرات مختلفة وظروف مختلفة. وفي نهاية الكلام عن خالد بن الوليد، ممكن نقول ان هو الافضل في التاريخ العسكري، لان هو خليط من مميزات افضل الجنرالات في التاريخ: سرعة ايروين رومل وتكتيكات اريك فون مانشتاين وتخطيط نابليون بونابرت ويوليوس قيصر واقدام وشجاعة الاسكندر الاكبر واسلوب السرعة والكمائن المشابه لاسلوب المغول. علشان كده هو الافضل في التاريخ العسكري كامل، لانه لم يهزم في معركة واحدة. وبكده بوصل لنهاية كلامي عن خالد بن الوليد، واتمنى انهم كانوا حلقتين ممتعين. وكالمعتاد وتنفيذا للقانون بريتو، لو عجبك 20% من الحلقة دوس لايك، ما تنساش، واشترك في القناة لو مش مشترك، وشير بقدر الامكان عشان الفكرة توصل، وفعل زر الجرس عشان توصلك التنبيهات اول باول. لكن الاهم دايما عندي هو رأيكم في الكومنتات، لانه فرصة كويسة جدا لتبادل الاراء والافكار، وبيساعدنا على تحسين مستوى المحتوى. واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.